أفراد الشرطة هم ما يوفرون أمن الدولة وتقتضي مهمتهم الرئيسية بحماية الناس والممتلكات العامة من خلال المساعدات وإنفاذ القانون والسيطرة على الجريمة والوقاية منها والحفاظ على النظام العام كذلك. ومن صفاتهم المطلوبة حب ومساعدة الناس والعمل المجتمعي وحس المسؤولية ومهارات حل المشاكل وغيرها. شرطة الرصافة تشن حملات أمنية واسعة لضرب الجريمة وصالات الأقمار والأماكن المشبوه. هذا الفيديو كان من بين الأخبار المتداولة بشكل كبير بعد أن نشرته جهاز الإعلام.